يعد التهاب اللثة أحد الأمراض الأكثر شيوعاً عند القطط، ففي البداية يؤثر سن واحد فقط، ومن ثم ينتشر بكافة أرجاء تجويف الفم. ويصيب هذا المرض القطط بسبب تراكم الجير والبكتيريا فوق أسنان القط. ويعتقد البعض أن هذا المرض سيزول بمرور الوقت، إلا أنه من الممكن أن يؤثر على صحة القطط بشكل سيء للغاية إذ لم يتم معالجته بشكل دقيق وسريع. وخلال هذا الفيديو سنقدم لكم كافة التفاصيل عن التهاب اللثة عند القطط، أعراضه وأسبابه وطرق علاجه. تابعوا معنا. ترتفع نسبة إصابة القطط فوق 3 أعوام بالتهاب اللثة، حيث يتراكم البلاك الناتج عن بقايا الطعام والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة والمخاطية، وبالتالي تلتهب الأوعية الدموية الموجودة باللثة وتفقد الكولاجين وتصاب بالتورم. وتتمثل الأعراض في الآتي: رائحة الفم الكريهة، ظهور كميات متباينة من الرواسب والبلاك فوق أسطح الأسنان، زيادة إفراز اللعاب شديد الشبه بالمخاط، حدوث نزيف طفيفة، انخفاض معدل النشاط البدني للقط، وإصابته بحالة من الاكتئاب العام، إصابة اللثة بالانتفاخ والإحمرار، وبشكل خاص جانب اللثة والذي يواجه سطح الخد الداخلي، عدم قدرة القط على تناول الطعام بسبب شعوره بالآلام، انخفاض وزن القط بشكل ملحوظ، وفرط العضوانية والاستطارة لدى القط المصاب، والتسمم. وفي حال عدم تلقي القط العلاج المناسب لالتهاب اللثة، سيستمر نزيف القرحة فوق الغشاء المخاطي. ونظرا لسوء عمل الجهاز الهضمي والتسمم العام لدى القطط، يصاب القط بالإمساك. عدم العناية بنظافة الفم عند القطط وتراكم الجير فوق الأسنان، الأطعمة اللينة، تنفس القطط مع فتح الفم، اكتظاظ الأسنان، إصابة القطط بفيروس اللوكيميا، مرض السكري، عادات المضغ السيئة لدى القطط، أمراض المناعة الذاتية، تقدم سن القط، نقص الفيتامينات وسوء أداء الجهاز الهضمي عند القطط، الإصابة بفيروس نقص المناعة القططية. تتوقف طرق علاج التهاب اللثة لدى القطط وفقا لمرحلة المرض ومدى تطوره والصورة السريرية العامة للحالة الصحية للقطط. ففي حالة ما إذا كان التهاب اللثة سطحيا، يصف الطبيب المضادات الحيوية اللازمة ومطهرات الفم، كما يوصي باتباع نظام طبي يعمل على تقليل كمية البكتيريا والميكروبات في الفم. كما يجب على المربين تنظيف أسنان وفم القطط بشكل يومي بالمنزل. فعلى الرغم من صعوبة تلك الخطوة سواء بالنسبة للمربي أو للقطط، إلا أن لها الآثار الأكبر في التخلص من التهابات اللثة. أما إذا كان التهاب اللثة شديدا، فقد يقوم الطبيب البيطري بإزالة كافة أسنان القط، حيث تعتمد القطط على اللسان في تناول الغذاء بصورة أكبر من الأسنان. وفي حالة ما إذا كان الالتهاب بسبب تراكم البكتيريا، ينصح الطبيب بوضع مطهر داخل مياه الشرب للقطط.